هذه الوحشية البربرية، هذه الهمجية، هذا الصلف، هذه الغطرسة تستفز فيكم وفينا جميعا رجولة وشمم صمود ومقاومة. هذه المقاومة ترتبط أقول بالهيمنة ومحاولة ترقيع هذه الأمة من هذا العدو الأمريكي الصهيوني، كما ترتبط في الداخل تماما بتمام بمقاومة الفساد الذي طال البر والبحر والجو في الأجواء المصرية، ثم بالاستبداد الذي كان آخره انقلاب. وأنا مصر على لفظ الانقلاب، بل من الانقلابات ما هو أشرف إن صح التعبير، بأسماء مسؤولين في حكومات ومديرين في مؤسسات عامة وهيئات وشركات خاصة انتهكوا على نحو بالغ الفظاظة حقوق الإنسان والحريات العامة، ما يسارد العامة للشعوب والجماعات، وإهدار مصادر رزقها، وتراجع مستلزمات صحتها العامة وضماناتها الاجتماعية، لم تعد مؤهلة لتؤتمن على حقوق الإنسان والحريات الاجتماعية. ذلك كله يستوجب نهوض الإنسان فردا وجماعة، محليا وقطريا وعالميا، إلى إمساك قضية حقوقه وحرياته بيديه في إطار أوسع، في إطار أوسع تضامن ممكن مع شركائه في معاناة مظالم الاستبداد والإفقار والتهميش ومواجهته. And I received a letter from him saying a meeting with you would be impossible. Well, after receiving that letter from Tony Blair, it has made me more determined to fight and fight as mad as Tony Blair. But I would say military families are getting stronger, and we'll stand by Iraq and everybody in this hall.